رابعا قيام وزارة المالية، هاي قضية فساد كبيرة جدا. أي قيام وزارة المالية دائرة المحاسبة بتمويل اعتماد مستندي لإقليم كردستان لصالح شركة كار، كار شركة أهلية. أن تقوم وزارة المالية بتمويل شركة أهلية ليس لها علاقة، 24 مليار قامت وزارة المالية بدعم شركة كار ولم يتم تزويدنا بأوليات منح الاعتماد المستندي. هذا ديوان الرقابة المالية يتحدث. زين هاي شنو سلفة قرار سيد هادي؟ ما هو عبر ديوان الرقابة المالية، واحنا الآن نبحث بهذا الموضوع. ديوان الرقابة المالية يقول ولم يتم تزويدنا بأوليات منح الاعتماد المستندي، يعني أشبه بالاختلاس أو 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 تهريب المال العام من قبل وزارة المالية. الموضوع الثاني المهم جدا، الخطر اللي هو مقداره 104 تريليون، 104 تريليون جد. ثامنا يقول سبق دقيقة استاذ هادي، 104 تريليون 104 تريليون دولار دينار دي ايه نعم اي 104 تريليون و20 مليار 100 تريليون 1000 مليار التريليون 1000 مليار اي وعشرون مليار المليار 1000 مليون اي يقول سبق هذا ديوان الرقابة المالية يقول سبق وان تم التأكيد في تقاريرنا السابقة الخاصة بالحساب الختامي للدولة وفي تقريرنا الخاص بالوزارات وتشكيلاتها بضرورة تسوية السلف كونها تؤدي إلى تشويه حساب تنفيذ الموازنة للسنة التي يتم إجراء التسوية فيها، وعلى الرغم من ذلك فإن حساب سلف النقدية بلغ كما في 31/12/2015 104 تريليون. شنو هاي 104 تريليون؟ أي مسؤولين على مستوى المحافظات والوزارات ورئيس الوزراء وكردستان يأخذون سلف نقدية أموال على أساس صرفيات على أن يتم تسويتها بوصولات ومستندات وتم التسوية. هاي الفلوس تم أخذها ولحد الآن بدون تسويات، يعني أشبه ما تقول سرقة للمال العام. مو أشبه ما تقول، يعني أنت هذا الحسابات الختامية اللي عندك يا سيد هادي هاي لسنة 2015 نعم. فقط ايه طبعا المبلغ 104 تريليون كان متراكم من سنة إلى سنة. زين من سنة إلى سنة يحول من سنة إلى سنة وصل إلى هذا المبلغ من سنة إلى سنة، فبالتالي هي الآن خلاصة. هو يتحدث عن سلف. نعم سلف لمسؤولين. نعم زين شنو السلفة للمسؤولين؟ وزراء ورؤساء وزراء. زين هاي منافع ورؤساء اجتماعية هيئات وكل منافع اجتماعية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ووزراء كانت سابقا في تلك الفترة، يعني هناك إضافة للمنافع الاجتماعية هناك سلف كبيرة كانت تعطى للمسؤولين يعني بصور مختلفة. على أي حال الحسابات الختامية وردتنا قبل أيام، ونحن طبعا الملف كبير جدا، نحن الآن عاكفين ومجموعة من المستشارين لتحليل جميع بالمئتين 300 ورقة سيتم إن شاء الله خلال يعني الأيام القادمة. أنا تحدثت لك عن خلاصة اللي هو تقرير كامل على مستوى يعني المحافظات. أنا ما أقدر هسه أنا تحدثنا كبيرة جدا، يعني الآن تحدثنا عن 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 صفقة الفساد بالأمانات الضريبية، الآن هذا رقم مهول 104 تريليون و20 مليار دينار عراقي عبارة عن سلف لمتنفذين ولسادة ولمسؤولين ووزراء وحكام. ديوان الرقابة المالية يقول ما لها أوليات، زين وزارة المالية لماذا أخفت هذه الأوليات؟ يعني تحدث عن 104 تريليون أمام هذا أمام هاي الناس اللي كاتلها الضيم منافع اجتماعية ب 104 تريليون، رقم مضموم ما حد يدري بيه. والله لو اكو دولة ما تنام الليل تجيبهم من وزير ماليتهم إلى مسؤولهم. 104 تريليون وشعب كاتل الجوع.
وهي ارقام دولة رسمية سيادة الرئيس، هاي ارقام رسمية. سلف 104 تريليون استاذ هادي. نعم الحقيقة احنا الان يعني احدى قنواتكم الشريفة احنا نبحث بهذا الموضوع ونستكمل اجراءاتنا ومتابعاتنا ولن نهمل اي فقرة ترد في بعض الموضوع. هذا يعني السر ان شاء الله نجاحنا بالمتابعة واقتفاء الاثر ومتابعة الاوليات ونستخدمها بالسلطة الرابعة. السلطة الرابعة جزء من الرقابة، اضافة الرقابة البرلمانية جزء من الرقابة الشعبية. حقيقة احنا جادين بالمتابعة.